رضعي صباحكم. بداياتي كانت في 2016، أنا أول ما تخرجت اشتغلت في مجالات كثيرة، لكن كنت بحس ما لاقي روحي فيها، لحد ما في يوم بقلب أتفرج في تطاميم الثياب للمصممات، قلت لي أنا ما أطلع المصممة بتاع الثياب. ففعلا غررت من اليوم ده إنه أنا أصمم ثياب، فبجيت بفتك ليا مركز بتاع التعليم بتاع الثياب، وبدأت زي ما قلت لكم في 2016. بداياتي كانت براي، أول صممت ثياب لروحي براي، بعدين بديت في أخواتي، بعدين من أخواتي صحبات أخواتي، شوية 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 المجال بقى يكبر، زبائني بقت تكتر. أول الصعوبات كان لاقتني إنه أنا ما كنت قادر أوفق بين شغلي بين البيت بين عيال كده، كان في صعوبات لاقتني في الحتة دي. الحمد لله مساعدة زوجي كان له دور كبير إنه أنا أقدر أوفق بين البيت والعيال والشغل، لحد ما عملت مشغالي صغير كده، مشغل صغير جبت فيه عمالي الخاص بيا، فبقى شوية بقى أنا قادر أتفرغ للبيت وللعيال، قسمت الشغلة دي. يلا شغلنا شغل الثياب فيه عدة مجالات، بنشتغل بوية، بنشتغل جليتر، بنشتغل شغل الكريستال، في شغل كمان دخل جديد اللي هو الطباط. الطباط ده يلا بيوفر علينا جهد، بيوفر علينا وقت، ما زي شغل الكريستال بياخد الثوب ممكن ياخد معانا أسبوع، في ثياب بتاخد معانا 10 يوم، في ثياب بتاخد معانا شهر كامل، يلا على حسب حجم الشغل اللي في الثوب، على حسب كمية التصميم اللي في الثوب. يلا الخامات بنشتغل في كل أنواع المواد، حرير، بودرة، تواتل، تل، التل ده حسي مرغوب لكل العرايس بنشتغل في التل. في كمان دخل اللامي، دخل ثياب الفادلين، كل الخامات دي اللي احنا بنشتغل فيها. الكريتال في نوع صمغ معين اسمه فابريك جلو، ده الحسي الماشي في السوق عموما. حتى شغل البوية بتلقي التوب داخل برضه فيه شغل الكريتال، فده الماسك السوق. أول حاجة بنشد التوب، من التوب يلا لازم يكون مجدود، طبعا بيكون بطول التوب 4.5 متر. يلا واحدة بتعرف ترسم بترسم على القماش عادي، ما بتعرف ترسم بنرسم الديزاين على ورق، بنخطه تحت بنشف فوق القماش وبنرسم وبنجي بنطبق عليه بالفابريك، وبعدين بنجي نخط الكريتالة حبة 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 لحد ما التصميم بتاعنا يكمل. ده شغل الكريتال. في كمان يلا شغل جديد اسمه شغل التركيب، ده اي خامه اللي احنا بنخطها بنلصقها على ورقه تيليكون، بيلصق بالمكوى عادي، بتجي ترسم الديزاين حقك بتقصقصيه بالمكوى نفس الطريقه، بنثبته في التوب وبنجي بنحدده بالكريتال. ده برضو شغل حلو برضو سايد. في يلا شغل الطباط ده اللي قلت لكم عليه والمنتشر في السوق المهم، موفر الزمن وموفر جهد، ده برضو طريقته سهلة، ممكن التوب ياخد معاك يوم، ممكن ياخد معاك 4 ساعات على حسب التصميم. يلا ده بيكون عندك الطبة فيها الديزاين حقي، في صمغ بورق لصاق بتفكيه بتلصقيه في ورقة في خشبة متناهية، بتجيبي الكريستال بتكبيه فوق الديزاين حقي، بتوزعيه الكريستال بينزل في الحفر بتاعت الديزاين، بتجيبي لاصق لصاق ورق حراري بيلصق، بتفكيه بتشديه في التوب. في يلا مكنات خاصة بالشغل ده، بتدخلي في المكنة بزمن معين بحرارة درجة حرارة معينة بيلصق لك في التوب وبيطلع عادي، بتوعي تمشي يلا الديزاين بتاعك في 4 متر اللي عندك بتحت التوب. في الختام بنصح أي ربة منزل عندها موهبة تبدأ فيها إن شاء الله بنطاق بيتها وتحاول تكبرها حبة حبة، مهما لاقتها صعوبات لازم تكون عندها المثابرة والجهد إنها تطل. متطلبات الحياة بقت بتدفع الواحدة إنها لازم يكون عندها كيان.